واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا ذكر القدر فأمسكوا. ما وقع عليك وما سيقع وما هو واقع فإن الله قدره وعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ وأراده سبحانه وتعالى. وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن، وأنه محال أن يكون شيء لم يرده الله. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هل نعلم يقينا أن كل شيء بقضاء وأن كل شيء بقدر؟ تعلم أن الناس مهما فعلوا لن يغيروا شيئا من قدر الله تعالى. الذين خاضوا في القدر كثير منهم قد ضلوا. وكل ما يجري من خير أو شر وكفر شاءه الله وقدره. لكن اعلم أن مشيئتك لا يمكن أن تخرج عما شاءه الله وقدره وكتبه قبل خلق السماوات والأرض. الإنسان يمسك إذا ذكر القدر يمسك ويقول آمنا بالله وانتهى الأمر. لو في إله خلق البشر بده يحاسبهم بيوم من الأيام على أعمالهم، لحتى يكون هذا الحساب حق لازم أول شيء البشر يكون عندهم حرية إرادة. ثاني شيء والأهم، هذا الإله لا يجب أن يكون مقدر أو مقرر لأي شيء مسبقا. عدا ذلك هو عم يحاسب الناس على أشياء هو فرض عليهم مسبقا وهن ما عندهم إرادة حرة أنه يغيروا فرض تبعه. فلحتى يكون في حساب حق لازم يكون في حرية إرادة وما لازم يكون أقدار محددة مسبقا. بالإسلام الله يفترض أنه أعطى البشر حرية إرادة، وهذا الافتراض يأتي من أنه هو هذا الإله حسب الرواية عنده يوم حساب وده يحاسب الناس على أعماله. ولكن بنفس الوقت إله الإسلام هو مقدر للأقدار مسبقا، فكيف ممكن يجتمعوا هذول الشغلتين؟ كيف ممكن الله يكون مقدر كل شيء مسبقا وبنفس الوقت ده يحاسب البشر على أعماله؟ حرية الإرادة أو قضاء والقدر هي من أكبر المعضلات بالعقيدة الإسلامية، واليوم هذا هو موضوعنا. خلونا نبلش. ليش في ناس كفار أو ناس غير مؤمنين بالله؟ القرآن عنده إجابة بيقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم أي معناها لا يمكن أن يصل إليهم الإيمان، والإيمان لن يصل إليهم إلا عن طريق آية كونية يرونها أو آية قرآنية يسمعونها. فالله ختم على السمع أن لا يسمعوا وغشى على البصر فلا يبصروا، فلا يمكن أن يروا آية كونية أو يسمعوا آية قرآنية فيعتدوا فيصل الإيمان إلى قلوبهم. فحسب القرآن الذين كفروا لا يؤمنون بالله مو لأنهم أشرار أو لأنه عندهم حرية إرادة وقرروا عدم الإيمان، لا، لأن الله هو الذي ختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، هو اللي قرر يعمل هذا الشيء لحتى يمنعهم بالإيمان فيه. وآخر شيء بيقول ولهم عذاب عظيم. كيف لهم عذاب عظيم وإنت سبب أنه هن غير قادرين على الإيمان فيك؟ ربنا ختم ليه؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فمن استغنى عنه يساعده على الاستغناء. فمو بس ختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم لحتى يمنعهم يؤمنوا فيه، لا، وكمان بيساعدهم يوصلوا للكفر ويتعمقوا فيه أكثر. وهذا شيء مو رأي الشعراوي الخاص، هي آية بالقرآن. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض هون يعني الشك. فحسب القرآن الإنسان لما بيشك بالدين الإسلامي بحس في شيء غلط بزواج الأطفال، بضرب النساء، بتقطيع الأطراف، بقتل المرتد، في شيء غلط. لما بيشك الإنسان الله ما بيتركه على حريته يتعامل مع الشك ولا بيساعده بشكل إيجابي ليخرج من الشك، لا، الله هو اللي بيزود المرض والشك بقلوب الناس لحتى يخرجهم من الدين، ولما بيخرجوا من الدين هو مجهز لهم عذاب أليم. لحد هلا حرية الإرادة معدومة بالقرآن. خلينا ناخذ آية تانية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. نقرأ بتفسير ابن كثير: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسون أنهم يحسنون صنعا، ألك فيه حيلة؟ هاي الموضوع هاي لك في قرار؟ لا حيلة لك في ذلك، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي بقدره كان ذلك. الله قدر هاي الأشياء مسبقا. فعلى ما يبدو الله هيك عطانا حرية الإرادة. لما بنعمل عمل سيء الله بيزينه على أنه عمل جيد، بيخلينا نشعر أنه عم نعمل أشياء جيدة لحتى نستمر فيها
وتزيد الخطايا تبعنا ويزيد العقاب بالنهاية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. بمعنى لما الله بيأرسل آياته للرسل لحتى يعطوها للبشر، الله بيسمح للشيطان أنه يتلاعب بالآيات ويضيف آيات شيطانية من عنده. لهيك تتمت الآية بتقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يمسح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. موضوع العلاقة بالآيات وبالتواصل. لكن صدقوا أو لا تصدقوا، مع كل المصائب الموجودة بهي الآية، مو هون هي المشكلة. مشكلة بالآية اللي بعدها، اللي هي ليش الله عامل هاي الحبكة الكرتونية كلها تبع التواصل عن طريق ملاك والشيطان بيتلاعب ومننسخ ومنحكم؟ ليش كل هذا الشيء؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فمرة تانية، الناس الذين في قلوبهم شك أو قاسية قلوبهم، الله ما بيتركهم على حريتهم يخرجوا أو يدخلوا من الموضوع، ما بيساعدهم بشكل إيجابي ليتعاملوا مع الموضوع، بيبعث لهم الشيطان لحتى يتلاعب بالأمور ويخدعهم ويعتقدوا انه فعلا في شيء غلط بالدين ويتركوا الدين على اساسه ويصيروا كفار ويتوعدهم بعذاب اليم. بذكر اول مره قريت هاي الاشياء بالقران كنت بعدي مسلم، فقلت بيني وبين نفسي استغفر الله، ولكن لو قرات هذا الكلام باي مكان عدا القران، بروايه او قصه مثل ليلى والذئب، باي مكان اخر، كنت بكل سهوله قلت انه لا الكفار ولا الشيطان هم الشخصيات الشريره في هذه الروايه. الشخصية الشريرة واضحة من هي بهذه الرواية. الكفار يستدرجون كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كذلك ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا إرسالا كونيا قدريا بما قدره الله جل وعلا. يرسل عليهم الشياطين تؤزهم إلى الشر أزا، تبعثهم إلى الشر. ولكن إخوتي الكفار لا تخافوا، في أمل، في شيء بالقرآن والإسلام اسمه الهداية. بس قبل ما كتير نفرح لازم تسألوا نفسكم شو هي الهداية، كيف فينا نكسبها؟ الموضوع يبدو على أنه سهل، فيني أدخل الإسلام بكسب الهداية، فيني أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، أقيم الصلاة، آتي الزكاة، تمام؟ لا للأسف. فيني روح حج وتوب توبة نصوح كمان بكسب الهداية؟ كمان لا. شو أعمل؟ تابع ذاكر هو عم يدمر الملحدين على اليوتيوب، أو تابع قنوات الرد على الشبهات وإنهي كل الشبهات اللي بقلبي وخلاص؟ لا للأسف. ما في أي شيء فينا نقوله أو نعمله لحتى يكسبنا الهداية، لأن القرآن بكل بساطة بيقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون. ليش ما كانوا ليؤمنون؟ الله عم بيقول لو نزلنا لهم الملائكة، لو عملنا جميع أنواع المعجزات الممكنة أمام عينهم، ولو سمعوا الردود على جميع الشبهات على اليوتيوب، ما حيآمنوا الناس. سؤال، ليش ما حيآمنوا الناس؟ الإجابة بتتمة، إلا أن يشاء الله. لا يمكن حدا يؤمن شو ما كان يكون السبب إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، لأن الله عز وجل قد قضى عليهم ذلك، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا هو شرط الهداية في الإسلام، مو الأشياء اللي نحن منقولها أو منعملها. الشرط هو أن يشاء الله، لأنه إن لم يشاء الله لا يمكن أن يهتدي أو آمن بالله. أول شيء يجب هو أن يشاء ذلك. لكن دعوني أزيدكم من البيت شعرا. أزيدكم من الشعر بيتا وليس من البيت شعرا. Are you sure سراج؟ نعم عزيزي. لكن دعوني أزيدكم من الشعر بيتا. قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، يتكلم ها هنا عن القرآن إن هو ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. ممتاز، يبدو على أنه في حرية إرادة، من شاء أن يستقيم فليقرأ القرآن، صح؟ لا غلط. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني ما استفدنا شيء من هاي الآية بالنص، ما استفدنا شيء من آية من شاء منكم أن يستقيم. قال ربنا في خاتمة سورة التكوير لمن شاء منكم أن يستقيم، فقول الله عز وجل لمن شاء منكم هذا إثبات أن للعبد مشيئة، ثم قيدت هذه المشيئة بقول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقيدت مشيئة العبد بمشيئة الله الرب سبحانه وتعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تثبت يقينا أن مشيئة الله عز وجل نافذة قائمة، لا يمكن أن يكون شيء لم يشأه الله. الله عز وجل هو الخالق وقد كتب هذه الأشياء قبل أن تقع وعلمها على أي حال ستقع، ثم إنه جل وعلا شاءها ولو لم يشأها لم تقع. يعني أتعجب هون بالشيخ المغامسي أطال الله عمره، ما فكر للحظة بالكلام اللي عم بيقوله، بس
العبد له إرادة ولكنها مرتبطة بإرادة الله، يعني ما لها حرة الإرادة. العبد له إرادة لكن ليست حرة لأنها مرتبطة بإرادة الله المطلقة والمسبقة، بمعنى آخر ليس له إرادة العبد. ممتاز. نرأى آية تانية تتكلم عن نفس الموضوع. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وبعرف إخوتي المسلمين، بعرف أنه عم تستنوا هاي الآية بفارغ الصبر لحتى تنسوا كل شيء حكيناه سابقا وكل شيء حنحكيه لاحقا، خاصة الشيوخ تبع الرد على قصي، لحتى تقولوا لي يا قصي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هنا من يشاء ليس عليها علاقة بالله وإنما تعود للإنسان. من يشاء الضلال يضله الله ومن يشاء الهداية يهده الله. لكن لحارجيكم أنه هاي الإجابة غلط أو هاي الفكرة غلط من القرآن نفسه. ميتطمئن قلوبكم. الآية بتقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فكيف ممكن مشيئة تعود للعبد وبنفس الوقت ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله؟ ما في هذا التناقض اسمه. نذكر آيات ثانية. من يشاء الله، مرة ثانية، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لمن تعود المشيئة هنا في هذه الآية؟ آية ثانية. فمن يريد الله أن يهدي، بما أنه الله هو اللي بيشرح صدر الناس الإسلام إن أراد أن يهديهم أو إن أراد أن يضلهم يجعل صدرهم ضيقا حرجا. إخوتي جماعة دعاة اليوتيوب اللي خايفين من الإلحاد وانتشار الإلحاد ومحاربة الإلحاد وردع الشبهات، ليش هذا؟ الله هو اللي بيضل الناس وهو اللي بيهدي الناس مع أو من دون قنواتكم، فيكن ترتاحوا إذا فعلا مؤمنين بهي الآيات. إذا مو مؤمنين فيها استمروا. ولكن وللأسف الموضوع ما بيوقف فقط عند الهداية والضلال، إنه هي بيد الله. حتى الحروب التاريخية اللي صارت الدينية واللا دينية، جميع أنواع الحروب وكل الناس والأطفال والنساء اللي ماتت كله بإرادة الله، لأن القرآن بيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله بكل بساطة يفعل ما يريد. نقرأ بتفسير من كثير ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره، ولهذا قال ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا بعد الأولى تكررت لتأكيد الكلام. الله تبارك وتعالى أراد أن يؤكد هذا المعنى، ويؤكد أيضا سبحانه وتعالى تكذيب هؤلاء الذين زعموا أن الأمر ليس بيد الله تبارك وتعالى وليس من عند الله. يعني الله تبارك وتعالى أراد هنا أن يقول للبشرية كلها لو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يكون الكون بلا معارك ولا نزاعات بين الحق والباطل لفعل سبحانه وتعالى. حتى جاء هذا في نهاية الآية ولكن الله يفعله ما يريد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المنظور الإسلامي للأمور. ما في شيء اسمه حرية إرادة واختيار للإنسان. الله قدر كل شيء وكتب كل شيء بالطريقة اللي هو بتناسبه وبمشيئة تبعه من قبل ما يخلق الكون، وبيعرف شو حيصير لأنه هو قرر شو حيصير، وبالنهاية بده يحاسب الناس بناء على الأشياء اللي هو فرضها عليهم. كابس بلاي عم يتفرج على مسرحية هو المخرج تبعها وعم يستنى النتيجة وبده يعاقب الناس على النتيجة اللي هو كاتبها. والرسول حسب المراجع الإسلامية هو وثق أن هذا كلام صحيح. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لو جاك الآن ملايين لا تطغى ولا تفرح، ترى مكتوب من زمان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ترى لو حصلت لك مصيبة لا تحبط وتنهار وتصاب بالأسى، لا تأسوا على ما فاتكم، ترى مكتوب مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأيضا نقرأ في البخاري حج موسى آدم فقال له، قال موسى لآدم أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فقال محمد فحاج آدم وموسى، يعني انتصر آدم بالحجة تبعه. هي هي معضلة القضاء والقدر في العقيدة الإسلامية، والشيء اللي بيتهرب منه أو بيتحرج منه الشيوخ والدعاة وقتنا الحالي. والحقيقة ما بلومهم، موضوع فعلا محرج، موضوع ما في عليه إجابة. وفينا بكل بساطة نعرف من وين إجت هاي المصيبة. منشوف بالقرآن أنه كاتب القرآن مهووس بأنه يحول إلهه لكيان مسيطر على كل شيء، هذا الإله اللي ما بيغيب عنه أي شيء، فضل ينفخ هذا الإله المخفي الجالس على الكرسي المخفي، ضل ينفخه لتى من دون ما ينتبه لغى حرية الإرادة تبع البشر، وجعل من إلهه المصيبة الوحيدة والسبب الأساسي إنه الناس بتروح على النار ولا بتروح على الجنة. هذا اللي بيصير لما بيكون عنا ادعاءات خرافية من دون أفكار منطقية. هيك بيصير، هي النتيجة، بيطلع معنا تناقض، بيطلع معنا ادعاءات متناقضة.
لا يمكن أن تكون موجودة. وللأسف هذا اللي صاير مع العقيدة الإسلامية. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، من قبل أن نوجدها في الواقع، هي مكتوبة. الناس وخاصة كفار قريش كانوا يتحدوا محمد بالأفكار بناء على الادعاءات تبعه، كانوا يشوفوه شو بيقول وعلى أساسه يتحدوه. كان يقول الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله قدر الأقدار من قبل حين. فأنا يقول له إذا ما ذنبنا نحن إن عبدنا آلهة أخرى؟ إلهك هو اللي قرر هذا الشيء، ف لا يمكن يعاقبنا، صح؟ كانوا يتحدوه هيك. فأتاهن الرد اللي بيقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجونه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أي هي الآية بتوضح بشكل تام أنه كاتب القرآن ما كان عنده أي فكرة عن شو عم يحكوا هالقريش، ما لو مستوعب المصيبة اللي موقع إلهه فيها. وهالقريش لعنهم الله عادي عم بتكركروا ويضحكوا عليه مثل ما بيقول القرآن: يستهزئون والله، والله يستهزئ بهم. الجماعة قالوا له: أنت عندك قضاء وقدر. قال له: نعم. قالوا له: ممتاز، إذا نحن وآبائنا وكذا ما دخلنا نحن الموضوع. فإله الكون تخبى وراء محمد وقال له: اسألهم لهدول الكفرة ألديهم من علم يخرجونه لنا. الجماعة بيقولوا لك كيف قضاء وقدر ممكن يشتغل؟ كيف نحن، كيف إلهك قرر كل شيء مسبقا بنفس الوقت بده يعاقب الناس؟ هذا هو السؤال. بيقول لهم: لو شاء الله لهداكم أجمعين. المصيبة نفسها اللي هنا عم يسألوا عنها هي الآية مثال واضح أنه كاتب القرآن فعلا ما له فهمان شو المشكلة. مرة تانية يتحدون موضوع قضاء وقدر بالآية التي تقول: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم للآلهة تبعهم أو ما يسمى بالأصنام. فالإجابة من محمد أو من الله عفوا تأتي: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. لو شاء الله ما أشركنا، أليس هذا القول قولا صحيحا؟ الجواب بلى. لما؟ لأن الله عز وجل قال قبلها: ولو شاء الله ما أشركوا، فكيف ينكر عليهم هنا؟ فالجواب عن هذا من أن هؤلاء لو أخذوا بالقدر من باب الافتقار إلى الله والاستعانة بالله عز وجل وتسليم الأمر لله دون أن يعارضوا بالقدر الدين، فهنا يكون حالهم كحال أهل السنة. لكن هؤلاء اعترضوا بالقدر على الشرع، فزينوا لأنفسهم من أن الشرك الذي وقعوا فيه إنما هو بقدر الله عز وجل، فهم لم يقولوا لو شاء الله ما أشركنا اعترافا وتوحيدا لله عز وجل، وإنما أرادوا الاعتراض على قدر الله عز وجل. بمعنى آخر، الله نعم يعترف أن القدر مصيبة، ولكن يجب أن لا نستخدم هذه المصيبة لتوضيح أن هناك مصيبة في الدين. هذا كفر بصير. كنت دائما استغرب ليش محمد ضل 13 سنة بمكة وما حدا صدقه، بعدين بعد ما قرأت القرآن عرفت ليش. على كل حال، محمد عما يبدو بلش يستوعب شو هي مشكلة، انه لا يمكن إله يكون مقدر الأقدار وبنفس الوقت بده يحاسب الناس. فلقالوا الحل للمشركين، أتاهم بالبيان المبين بالآية التي تقول: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم أشهدهم على أنفسهم. وجاء في السنن أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم ثم أخرج ذريته كلهم إلى قيام الساعة كأمثال الذر في يمين سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين عز وجل، ثم أشهدهم على أنفسهم في التوحيد ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. سبحان الله، كيف حصل هذا؟ ما لا نذكره نحن الآن، يعني نحن من ضمن ذريته. نعم، نحن نؤمن به لأن الله ذكره في القرآن. الله جل وعلا عندما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته كأمثال الذر، والذر هو النمل الأصفر الصغير خفيف الوزن لا يكاد يرى بالعين. ثم قال لهم ألست بربكم؟ قال لهم أو قال لنا معهم؟ نحن معهم؟ نعم، قال لكل البشرية، كل بني آدم، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال أن تقولوا، يعني إياكم أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. احذروا، نحن الآن لا نذكر هذا، ولكن كما قال أهل ليس كل شيء لا تذكره لم يقع، هناك أشياء لا نذكرها لكنها وقعت.
لأن ذاكرتنا محدودة. محمد بده يخرج صديقه المخفي من مشكلة فأدخله بمصيبة أكبر منها. الله ببعد اسمه عالم الذر، بعد غير البعد تبعنا، غيبي، جاب آدم وأخرج منه ذريته كلها اللي كانت موجودة وستكون في المستقبل، كل البشر بجميع ألوان وأطياف وعروق ولغات. بالمناسبة كلهم جايين من إنسان واحد، هدول العروق مختلفة، مو مهم، مهم جمعهم كلهم وأشهدهم على أنفسهم، قال لهم مو أنا ربكم؟ فكلهم جاوبوا باللغة العربية عما يبدو، نعم شهدنا. قال لهم إياكم تجي يوم القيامة وتقولوا نسينا لك، لكن بطريقة معينة كلها تنسينا، ما حدا متذكر من هذا الشيء صار أبدا. هذا هو الحل القرآني، لهيك بيتهرب الشيوخ من الرد أو استخدام هي الآية أو هي الحجة، لأنه مضحك، لأنه بتسخف الموضوع بشكل، بتفوت الموضوع من مصيبة لمصيبة أكبر، لهيك بيتهربوا منه الشيوخ وبيطلعوا بالأمثلة الخاصة فيهم. الأستاذ والتلميذ، هذا أحلى مثال، اللي هو الأستاذ ليس خالق الكون وليس كلي المعرفة وليس قدر الأقدار وليس ما بيستوي، هذا المثال تبع الله والعبد والأستاذ والتلميذ، هذا مو ضابط. أو بيطلعونا بإجابة تبع، هي أحلى واحدة مفضلة عندي، بيتمنوا أن المشاهد يكون مو قارئ قرآن بحياته ولا مارئ عليه ولا آية من الآيات ذكرناها اليوم، وبيقولوا له الآية الشهيرة فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس هي حرية إرادة، هي الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هن بيتمنوا أنه اللي عم بيسمع هذا كلام ما يكون قارئ قرآن أبدا، لأنه بيعرفوا أنه أي حدا سمعان بالآيات اللي اليوم ذكرناها حيعرف فورا أنه هي الآية لا يفهم منها حرية الإرادة أبدا، ما لها علاقة بحرية الإرادة أبدا، لأنه لا يمكن أنه يكون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبنفس الوقت ما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله، شغلتين ما لا يمكن يجتمعوا مع بعض. الحقيقة أنه هي الآية ما لها علاقة بحرية الإرادة، هي الآية فيها وعيد لجهنم والعذاب تبع الكفار فقط، لهيك تتمت الآية وتقول إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نارا، وذلك التهديد والوعيد، أن الله عز وجل لا يريد بذلك تخيرا، وهذا نظير ما يقول الإنسان إذا أراد أن يهدد أحدا فيقول هذا الأمر هذا الطريق البين أو هذا العمل فعليك أن تأتي أو لا تأتي، يعني أني سأحاسبك على هذا الأمر، وهذا هو المراد في قول الله جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أو بجملة الترقيع السحري الذي أتى به محمد بالقرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هي هذا أحلى واحد تبع، في عندنا مصيبة عم يسألوا عليها الناس ما عندنا إجابة عليها، لا يسأل عما يفعل الله، مفهوم أنه في هيك آية بالقرآن دليل على أنه في كتير أشياء ما في إجابات عنها، دليل على أنه في مصائب فعلا ما في مخرج منها، وإلا كانت هي الآية مو موجودة، لا يمكن تكون موجودة هاي الآية لو كانت الأمور واضحة، لو كانت الأمور شفافة، لكن لأنه الأمور تخبيص وموالة واضحة وما في إجابات لا يسألوا عما يفعل الله وهم يسألون. لا تحركوا مخكم، لا تسألوا أي شيء، الله بيعمل بده إياه. ما بلوم الأخوة الشيوخ أنه عم بيتهربوا من تفسيرات القرآن للموضوع، خاصة عالم الذر، يعني ما بلوم أنه عم بيحاولوا يلاقوا ترقيعات خاصة فيهم، مئات المقالات الإسلامية ومئات الفيديوهات على اليوتيوب وكله عم يجاوب على كيفه إجابات مختلفة وكله بثقة ما شاء الله، ما حد متفق بين بعضه، ولكن كلهم متفقين على شيء واحد، أنه الكل متجاهل ومبتعد عن الإجابة القرآنية. القرآن هو جاوب عن الموضوع بعالم الذر، لكن الكل متجاهل هاي الإجابة لأنه بيعرف أنه فيها مصيبة. وكان في ذلك آية لقوم يعقلون. بالنهاية هاي المعضلة كانت من أهم الأشياء اللي خلتني أشوف أنه ديني هو فعلا دين خرافي، دين صناعة بشر أخذوا أفكار اللي قبلهم طوروها شوي، ضافوا عليها أفكار شخصية من دون أي منطق أو معرفة، وأنتجونا هاي خرافات المتناقضة غير ممكنة الوجود. أنا شخصيا لا أؤمن بوجود إله وآلهة، لكن نفس الوقت لا أعلم إن كان هناك إله وآلهة، قد يكون لا أعلم، لكني أعلم أنه إله الإسلام غير ممكن الوجود، ومو قراري الشخصي هذا، حسب مواصفاته متناقضة، والتناقض بيلغي الهوية، فإله بهذه المواصفات غير ممكن الوجود. مواصفاته توضح أنه هو اللي بيستوجب أنه يكون بده عقاب أو حساب ولا أي حدا تاني بالرواية تبعه، هذا الشيء اللي بيوضح من هاي أشياء خرافية مبنية على أيدي ناس ما عنده أي بعد منطقي أو فلسفي. بالنهاية مثل العادة بتمنى ما تشاركوا هذا الفيديو إذا كنتوا عايشين بمجتمع متعصب أو عائلة متعصبة، لأنه حمايتكم الشخصية أهم من المشاركات والمشاهدات. فيكن تعملوا لايك للفيديو لأنه ما حدا بيشوف اللايك، فيكن تعملوا تعليق باسم وهمي، والأهم مثل العادة أنه تحبوا بقلبكم، بس فكروا بعائلكم.
Peace.